أثابكم الله. يقول السائل: هل من الممكن أن أقوم بعمرتين في مدة لا تزيد عن 3 أيام وإن كنت قد حلقت شعري بالموس، ففي الثانية ماذا أفعل؟ هذا أجبنا عنه، قلنا الأفضل لمن كان في مكة سواء كان من أهلها أو من المقيمين فيها، الأفضل أن يبقى في المسجد الحرام للعبادة ولا يخرج لعمرة، وإذا خرج يجوز له ذلك، لكنه ضيع فضائل كثيرة وضيع خيرات كثيرة أفضل له من الخروج للعمرة. وأما حلق الرأس فلا بد منه للعمرة، لأن حلق الرأس نسك مناسك العمرة، فإن كان فيه شعر يحلقه، وإلا يجري الموس عليه، يجري الموس عليه، إذا كان فيه شعر يأخذه. وهذا مما يدل على أنه لا ينبغي تكرار العمرة في وقت متقارب، إن كان ولا بد يصبر إلى أن يظهر له شعر في رأسه يحلق. وأما أنه يكرر العمر وهو حليق الرأس ولا يجد شيء يحلقه، فهذا مما يدل على أن بقاءه في مكة وتعبده في المسجد الحرام أفضل له من هذا الأمر بكثير وكثير. نعم.